هل سمعتم؟ ماذا الصوت؟ صوت غريب. حسنا كدنا أن نركنها. يا أصحاب، لما حل الظلام هكذا؟ أتعلمون شيئاً؟ على أحد ما أن يتفقد القبو. من المستحيل أن أذهب أنا وأتفقد القبو. لا، ريان، أنت الأطول بيننا. لا، لن أذهب. هل تقصد أنك خائف؟ لا، لست خائفاً. أنت خائف جداً. حسناً، سأذهب. ارتدي هذا، ستحميك من أي شيء. ستعمل هذه القلادة على حمايتك من أي شيء سيء قد يحصل. أجل، ها أنت محمي الآن. تمنوا لي الحظ. أنا لست بحاجة للحظ. حسناً. أجل، ليس هناك ما يخيف. سوف تقوم بعمل رائع. سوف يكون هناك الكثير من الأشياء المخيفة. أوه، سوف يقع في مشكلات كثيرة. أنا بخير تماماً، فلدي هذه القلادة، أليس كذلك؟ يا أصحاب، لا أعلم ما هذه الدمية. ماذا يحدث؟ ما الذي يجري الآن؟ أين ريان؟ لا أعلم، لقد مضى عليه وقت طويل. هذا ليس جيداً. هذا مخيف. هاي، يمكنك أن تستخدم هذه الدمية لتسيطر على الإنسان، ولتتمكن من ذلك كله استخدم أثراً من شخص. من الذي سأتحكم به؟ لدي فكرة. أنا لم أكن خائفة. ولا أنا أبداً. فقط كنت أطمئن عليك. نعم، وأنا كذلك. أجل. حسناً، لنرى ما الذي بإمكانها فعله. ما الذي تفعله؟ أنا؟ ما الذي يجري لي؟ يا بن، هذا ليس. لا، أنا لا أمزح، لست أنا من يحرك قدمي. يا ليتني كنت أعرف. أنا بحاجة للماء. أجل، اذهب واجلب الماء. شيء ما يبدو مألوفاً للغاية. هل تعرفون أي من هذا يا أصحاب؟ أوه، لا. لا، لا. بن، ما الذي تفعله؟ إنها قادمة. ما الذي تفعله؟ لا، أنا لا أعلم. ماذا؟ أنا آسف جداً. ما الذي فعلته؟ لما فعلت هذا؟ لم أقصد أنا الآن مبتلة بالماء. لا أصدق أني قد فعلت هذا. وأنا أيضاً، أنا آسف جداً. أوه، حتماً أنت لم تفعلها. لا يمكنني أن أصدق. أنا لم أفعل شيئاً. حسناً، لقد فعلتها. أوه يا إلهي، أنا مبتلة جداً. أين مصفف الشعر؟ أوه، أتعلمون شيئاً؟ لما لا أخذ حماماً فشعري مبتل جداً؟ لا أعلم ما الذي سأفعله أبداً. الأمور تجري خارج سيطرتي، لكن أظن أنه يجب أن أعتذر. علموني في التعليقات، هل تظنون أنه يجب أن أعتذر؟
قولوا لي كيف ساعدك. فليساعدني أحد. إيفا، أظن أن بين قادم، علي أن أختفي. فليساعدني أحد. لا، هل كل شيء على ما؟ ما الذي تفعلين؟ ليس لدي أي فكرة، هناك شيء يجري في هذا المنزل. بجدية، أين ريان؟ هذا صحيح، أين ريان؟ يجب علينا أن نجده. يوم حار. والآن حان وقت عرض الأزياء، انظروا لهذا. ماذا؟ توقف. العم بريك ليس لديه أي فكرة عما يحدث. توقف. لا، هذا رائع. لا. الآن حان وقت مسابقة ثياب البحر. توقف. اهدى، توقف. أوه لا. توقف. هل أسقطه في المسبح؟ توقف. أظن أنه يجب ذلك. هذا ليس مزاحاً جيداً. لا. هذا كان رائعاً يا أصحاب. هيا لنذهب. لما أنتم حزينون؟ هناك أشياء غريبة تحدث. غير ممكن. يومي أنا كان رائعاً. وأنا سعيدة جداً لأجلك. أعطيني كاتشب من فضلك. انتظر. أنا آسف جداً. ما الذي يجري؟ ما هذا يا رجل؟ أنا آسف. ما الذي قد حدث الآن؟ هذا الأمر لا ينتهي. ما الذي يحدث؟ انتظر لحظة، لقد عرفت ما هذا. هل هذه دمية فودو؟ لا. هل كنت تسيطر بدمية فودو؟ هذا يفسر كل شيء. لا يمكنني أن أصدق. هاي، أعطني هذه الدمية. من الواضح أنكم مررتم بيوم صعب. أنا لن تمسكوا بي أبداً. يجب أن نأتي بهذه الدمية، لكن يجب أن نفكر بذكاء أكثر. مستعدة؟ حسناً، أنا مستعدة. لنبدأ. هيا بنا. وداعاً يا بن. ما هذا؟ ما الذي سأفعله؟ وأنا وحيد في هذا المنزل هكذا. أنا وحيد جداً ومتعب. والآن حان وقت المقلب الحقيقي. يا للروعة. يا له من يوم جيد لأقضيه وحيداً في منزلي. عيش الحياة الرغيدة والرخاء. أقصد لا، ريان، لا، هذا ليس لطيفا من هذا ليس مضحكا. توقف. ساعدوني. ما رأيك بهذا الآن؟ حصلنا عليها يا أصدقاء. أنتم لستم بحاجة لفعل هذا. لنتحدث في الأمر. هل أنا يريد أن يتحدث؟ لا أظن أنه وقت الانتقام. ما رأيك يا بن؟ ماذا سنفعل؟ لا، أظن أن هذا سيكون ضرورياً. انظروا، سأرمي القمامة. سوف أقوم بكي ثيابكم. يمكننا أن ننسى كل ما حدث. ما رأيكم بهذا؟ لدي فكرة. ما رأيك في أن نفكر بأكثر شيء يكرهه ريان؟ يا أصحاب، أنا لا أكره شيئاً. لستم بحاجة لفعل هذا. أظننا نعرف ما سيفعله. أعتقد أنني أوافقك الرأي. لا. لا. ألا تظنين أنه لقن درسا؟ لا، دعه يركض قليلا بعد.
إذا أحببتم حلقة اليوم يا أصحاب، احرصوا على أن تعجبوا وتعلقوا، ولا تنسوا أن تشتركوا. أراكم المرة القادمة يا أصحاب. أنتم فظيعون يا أصحاب.